تعيش مملكتنا الحبيبة فرحة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس، حيث ستقام العديد من الفعاليات والاحتفالات في كل مكان. خلونا ننتقل إلى الدمام وتحديدا لزميلتنا هدى الغامدي من أحد المواقع المخصصة للاحتفالات أو للاحتفالات بذكرى يوم التأسيس. مساك الله بالخير يا هدى، إيش الصورة اللي عندك وحابة تنقلينها للسادة المشاهدين اليوم؟ مساك الله بالنور محمد، ومساء الفرح والسعادة لكل مشاهدي القناة السعودية. طبعا في صورة جميلة ورائعة مليئة بالفخر والاعتزاز حولي هنا، تعبر عن الفرح والاعتزاز بهذا اليوم العظيم ذكرى تأسيس مملكتنا الحبيبة، وهو احتفال حي أجيال بالظهران بذكرى التأسيس. ومثل ما أنت شايف محمد والسادة المشاهدين، الأطفال والعائلات موجودين للاحتفال بذكرى التأسيس. وخلي في البداية محمد آخذ مع الأطفال، بعض الأطفال طبعا، لأن ما شاء الله آلاف الأطفال والأسر اللي موجودة تحتفل بذكرى التأسيس. وخليني آخذ في البداية، حابة إيش تقولي للوطن حبيبتي؟ اليوم هو يومنا، يوم نفرح ونفخر به بأننا مواطنين سعوديين وأبناء هذا الوطن العظيم. كل عام ومملكتنا وملكها وشعبها بألف خير. دمت يا وطني سالما وآمنا ومشرقا، حماك الله يا السعودية يا أرض الحب والعطاء، ابنتكم حنان القحطاني. والنعم حماك الله يا وطني، إيش حابة تقولي الوطن؟ سعودي أنا سعودي والرب معبودي، سلمان قايدنا حاميك يا حدودي، اسمي هي أحمد عبد المجيد. والنعم يا أهلا وسهلا حبيبتي، إيش حابة تقولي الوطن؟ أنا أحب وطني العزيز. الله يعطيك العافية، أكيد. إيش حابة تقولي للوطن؟ كل عام ألف 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 خير بالوطن. يا سلام، كلمة للوطن تفضل. أحب وطني واختفر فيه، أحب وطني واختفر فيه. الله، يا سلام، إيش حابة تقولي للوطن؟ أنا فخورة بوطني وانتصاراته. يا سلام، ولو سمحت هنا بس طالعي في الكاميرا، إيش حابة تقولي للوطن الغالي؟ أنا همس الشهراني فخورة بوطني وافتخر إني بنت الوطن. يا سلام، أكيد كلنا فخورين. ولو تنسى محمد هنا حيكون في مسيرة راح تنطلق الآن، هذه المسيرة لتعبر عن الفرحة بذكرى التأسيس. وبالتأكيد هذه المسيرة مثل ما أنتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. وخليني أقول أخذ لقاء مع أحد سكان حي أجيال، مساك الله بالخير أستاذ مازن السادات، وأنت أحد يعني سكان الحي، كلمنا عن أبرز دائم الفعاليات التي تقام في هذا الحي. رحب فيكم جميعا، ونفتخر في اليوم بتجمع أهل حي أجيال. طبعا هذه ما هي أول مرة نسوي تجمع، من يوم ما تأسس الحي الحمد لله يعني حرصوا أبناء الحي في التجمع دائما في المناسبات الطيبة، مثل اليوم الوطني، مثل الأعياد، مثل لقاءات مثلا معينة لتجميع الأطفال كلهم، وجمع الأسر المنتجة اللي في الحي للتعارف يعني وعمل جو للأطفال لكي يسعدوا في هذا الحي. ونحن نفتخر بوجود الشباب والأطفال في مكان واحد، وعندنا كثير من الأسر المنتجة اليوم متواجدين معنا إن شاء الله للاحتفال في هذا اليوم الوطني يوم التأسيس. فنتمنى إن شاء الله يكون يوم رائع، وإن شاء الله نتمنى أنه تشوفوا انطلاق البالونات اليوم بإذن الله. بالتأكيد الآن المسيرة محمد انطلقت. الله يا حبيبي، نعم أكيد، نحب سلمان، تفضلوا. أكيد محمد مشاعر فرح وفخر واعتزاز بهذا الوطن الغالي، الله يحفظ وطننا ومليكنا. يعني كيف أعبر لكم، والله صورة من أجمل الصور التي تعكس الانتماء وتعكس اللحمة الوطنية حول القيادة الغالية والحكيمة. يعني ما شاء الله أهالي الحي جميعهم في هذا اليوم ويوم التأسيس. بالتأكيد ذكرى التأسيس، يعني ودي أنكم تعيشون معاي هذه الأفراح وهذه الأجواء الجميلة. والله ما شاء الله بالأزياء التقليدية وبالأزياء التي تعبر عن الولاء وتعبر عن الوطن. الصورة أكيد تحكي وتتكلم محمد بخصوص المسيرة الأطفال والعائلات والأهالي، يعني حقيقة شعور بالفخر، شعور يعني لا يوصف، بالانتماء وسط كل هذه المجموعات الجميلة التي قررت أنها تنزل في هذا اليوم وتحتفل.
شكرا هدى. بلا شك صورة ولا أروع على قولتهم، جمال الأطفال وهم يتزينون بهذا اللبس التراثي، هذا الزي السعودي الجميل. الأطفال من الجنسين حتى كبار السن شفناهم اليوم وهم يتزينون بهذا اللبس التراثي القديم. الجميل في الأمر أنه اليوم لسه اليوم يوم استعداد، غدا هو الاحتفال بذكرى يوم التأسيس. كل الشكر لك هدى، شكر لضيفك الكريم اللي ظهر معك في اللقاء.